دراكولا قد تعتقد أنه شخصية خيالية لمصاص دماء يعيش في الظلام ويشرب دماء قتله. إليك الأمر، دراكولا حقيقي وهذه قصته، فلنبدأ التحقيق. الأمير فلاد الثالث حاكم إقليم ولاشيا الروماني خلال القرن الخامس عشر، اشتهر بلقب دراكولا أي ابن التنين باللغة الرومانية، قبل أن يطلق عليه اسم فلاد المخوزق لاستخدامه الخازوق في تعذيب وقتل آلاف الأشخاص. والد فلاد الذي كان يحكم الإقليم بداية وجد نفسه بين قوتين متحاربتين هما الدولة العثمانية والدولة المجرية، واختار أن يتحالف مع العثمانيين وسلم فلاد وشقيقه إلى السلطان العثماني رهينتين لضمان ولائه له. عاش فلاد في كنف العثمانيين ولقي منهم معاملة حسنة تضمنت تدريبه على كافة فنون القتال والحرب، لكنه رغم ذلك نشأ على كراهية العثمانيين. ومع مقتل والده عاد فلاد ليتولى إمارة ولاشيا وبدأ بتجهيز شعبه لمواجهة العثمانيين عبر تشديد قبضته. وضع دستوراً أخلاقياً متشدداً للغاية، وكان يعاقب المخالفين بتعليقهم على الخازوق وتركهم لساعات طويلة أو حتى أيام ليموتوا ببطء شديد، وكان يتلذذ وهو يراهم يتألمون. وتعمد أن يكون حول قصره من كافة الاتجاهات خوازيق، وقتل الآلاف من شعبه بهذه الطريقة البشعة. نشبت حرب طويلة بينه وبين السلطان محمد الثاني الفاتح، وخلالها قتل فلاد كل الأسرى والمصابين على الخازوق، ما أغضب السلطان الذي أقسم على الانتقام منه. وبالفعل استطاع العثمانيون محاصرة قلعة دراكولا، لكن فلاد تمكن من الفرار بمساعدة الغجر. وعندما عاد بعد وفاة أخيه الذي كان قد تولى الحكم لم يصمد بعد اعتلائه العرش أكثر من شهرين، إذ مات في ظروف غامضة. وفي كل الأحوال قطعت رأسه وأرسلت مغطاة بالعسل إلى السلطان العثماني الذي علقها على الخازوق. وهكذا انتهت حياة هذا الرجل الدموي الذي تناولت أوروبا قصص فظائعه لقرون تالية، منها أن فلاد كان في بعض المناسبات يضع الخبز في كوب من دماء أعدائه أو المذنبين من شعبه ويأكله. ومؤخراً كشف تحليل جديد أنه ربما ذرف دموعاً من دماء حقيقية، وهي حالة مرضية تسمى هيمولاكريا. ويرجح أن هذه الحالة ألهمت الكاتب الإيرلندي برام ستوكر عام 1897 لابتكار شخصية مصاص الدماء الكونت دراكولا. انتهى التحقيق.